صافي اللهم الموت ولاد العذاب، يعني بنت الحرام بنت لقيطه بنت 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 وهي ماشا طلعت وسيب راسي ان ديك الحنان ديك العطف وديك الشيء تقولي سمح لي وديك الشيء اللي عملت لك لا داك الشيء جامي كان ما كانش منه حتى حاجه دائما كتزبل فيا دائما كيغبط معايا دائما كنبقى غير ديك العصا في الارض الحمد لله اللي بدات كتحفر لي جاو كيجروني يعني صحه يديوني كيقولوا لي نهزك ونديك وانا كنغوت الله اللي خلقني يعني كتجيب العيد ما كاين والدين كتجيب العواشر ما كاين عائله كنجبر الخير في الناس وما كنجبروش عائلتي ما كنبقاه فينا هما رجعت في حال الناس عاد وليت عاد حسيت براسي حيت انا كنت مفنيه كنت ميته علاش ما يجيوش يطلعوا عليا او ما يجيوش يشوفوني انا ما باغا منهم حتى حاجه ما كنخلوهمش يعطوني ولا يحسوني ولادي السلام عليكم، معكم حنان من طنجة. انا جالسة على كرسي متحرك مجوجة وعندي جوج الاطفال. انا ملي كنت صغيرة انا ولدتني ماما ولدتني وعطتني واحد السيدة على حسب مني ولدتني كانت عندها العلاقة غير شرعية هي والاب. مني ولدتني شبرتني عطتني واحد المرأة وديك المرأة هي اللي ربتني تعملت 10 سنين لك مرة توفات والبنت ديك السيدة اللي ربتني مشات كتقلب على الوالدة ديالي ومني لقاتها قالت لها راه الوالدة ماتت وراه بنتك مقات جاتي قالت لها شكون بنت قالت لها بنتك راه هي مقات كاينه في الدار قالت لها فلانة قالت لها ما عندي ولاد نكرتني جاتي قالت لها بيناتنا واحد الورقة هي باش هتعرف بنتك هي ولا ماشي هي شبرت لها غدا جات وداتني مني داتني وصلتني عند بنت عمتها ربتني يعني بقيت كنتلاح من دار لدار تسيبت عند بنت عمتها وربتني من 10 سنوات توصلت 17 عام ديك من 10 سنين وانا كنعاني بالضق والمشاكل والصداع ودائما في الدار عندي مشكل وزعما كتعرفوا يعني مشاكل الدار يعني انت هي كلشي في الدار خدامه وصافي يعني الخدامه ما نعملهاش داكشي كامل يعني كنبقاو في مشاكل الصداع والمشاكل دائما الضق عليا الضق عليا صافي واحد النهار ما صافي تعمد لي صافي تعمد لي ما بقيتش فاطنه براسي شني كنعمل وسيبت راسي حاولت انتحر ربي يطول لي العمر جديد وعيشت صافي فكرت ما عندي حتى واحد ما عندي حتى واحد اللي غنحط عليه راسي ما عنديش شي واحد اللي غنمشي عنده نبكي عليه ونشكي عليه ونقول له راه كيعاملوا لي راه كيفعلوا لي لا ما كاين حتى واحد ولات كتجيني الضبابه انا الضبابه ضببت لي عيني ما بقيت كنشوف حتى حاجه صافي ديك الساعه طلعت وسيبت راسي انا ما جيتش وطلعت بخاطري وسيبت راسي لا كان عليا داك النهار الضغط والليل كانوا كيقتلوني تخيل كان داك الضغط في باسيو كنت هيدا باسيو عندهم جوج درجات السطح صافي شدولي ديك النهار كنت كنقول صافي اللهم الموت ولاد العذاب يعني بنت الحرام بنت لقيطه بنت 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 وهي ماشا انا كنت كنت صغيره مع يعني ما عنديش العقل صافي سيبت راسي كهزوني دوني محمد الخامس عيطوا للام ديالي حتى شوف العائله قالوا لا بنتك سيبت راسها صافي جاونا عندي الطبيب بقاو كيدابزو المهم كيغوتو داكشي انا نيت في الانعاش اقسم بالله العلي العظيم بقى في الانعاش بقى بغيبوبه كنسمع في ودني عندك تقول فلانه السبب ديالها ان هي اللي كانت سببي في سيب راسي من حياتي صافي بقات عيد داتني الوالده للدار واخا يعني ديك الساعه بقات قالوا لهم الحمل كيخمز كيهزوا مواله
سمعت هيدا يعني مش رد راسها فين تحطي الراس. هزتني قابلتني ديك الايامات شبرتني طلعتني السطح الغرفه هذه الوالده ما تعاملتش معايا لاني انا بنتها، تعاملت معايا حشي ما بغاتش تدخل لي في عقلي يعني في حشي وحده جايزه وصافي. ان ديك الحنان ودك العطف ودك الشيء تقول لي اسمح لي ودك الشيء اللي عملت لك لا داك الشيء جامي كان ما كانت منه حتى حاجه. صافي قابلوني تشبت في راسي شويه طلعوني السطح غرفه السطح ولاو كيخرجوا وانا ما عندي لا يدين لا رجلين يعني ولاو كيخرجوا كيشدوا عليا بالساروت وكيبقاو معطلين حتى كتوصل لي كنشعل غير الضو ان انا في السطح كنشعل غير الضو كنسمع لي ما كيتسمعش دائما كتزبل فيا دائما كيغوت معايا دائما كنبقى هي ديك العصا في الارض الحمد لله اللي بدات كتحفر لي. صافي بقيت هايدا كنعاني واحد النهار بغات تخلص مني يعني ما خصهاش مني انا ما كايناش في الوجود ما بغاتنيش شبرتني وهي كديني ميما كذا عطاتني ميما كذا قالت لهم واحد السيده كيفاش العصب عليا. دخلني الطبيب وسقساني وقال لي واش كتنعس في الزنقه؟ قلت له لا عمري ما نعس في الزنقه. واش كتشرب؟ واش كتكمي؟ قلت له اذا كامل ما كنعرفلوش انا ولا ما كانش كيخرجوني ما كنخرجش اني انا غير في الدار. صافي ديك الساعه دخلها قالت لي لا 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 خصك الطبيب ماشي هاد العائله علاش باغي تجيب هاد الطبيب؟ قلت له لا كتعمل لي وكتعمل لي وقال لي لا. قلت له اكتب لي شي دواء. كتب لها الدواء بغيت نشربو لها صافي بغات المهم بغات تعملي بحال دروكه وتخليني انا صافي ما كاينش. ديك الساعه ما جازتش بزاف شبرت وقطعت لي الكار صيفطتني مراكش وانا كنت عندي 17 صيفطتني مراكش وصلت ثلاثه د الليل وصلت اقسم بالله وصلت ثلاثه د الليل واحد الحاله ما كنعرف حتى واحد نزلوني كانت هي ديك المصيبه في مراكش لا ماكله لا شراب وكيتعرضوا لي وتحرشوا بيا وانا ما كنعرفش. بقيت هيدا كنكحس في الارض كنمشي هيدا كنكحس انا ما عنديش الكاروسه اللي كاتني كومبيا ما عنديش. صافي هيدا مشيت وكنت كنكحس كنمشي حدا البوست وكنت جلس بالجوع والنوع كلشي في حوايجي. صافي كنبقى هيداك كيجيو البوليس رجع عن بلادك كيقولوا انا ما عندي حتى واحد انما اللي كانوا عندي مشاو ما كاين حتى واحد ما كاين لا لا بابا لا حط انا راسي ما كاينينش. صافي هيداك بقيت في مراكش دارت في مراكش هيداك مكرصه الصنقة كنحمي راسي برد البوست باش ما يجيش شي واحد يتعدى عليا انا هذاك هو اللي كنت كنحمي راسي فيه. صافي بقيت هيداك مشيت لواحد جمعية واحد الخيرية التشرد الزنقة الأطفال داوني ليلة قالوا لهم هادي ماشي متعة عاود صيفطوني. مشيت لكازا ما كنعرف فيها حتى واحد عاود بقيت في كازا ثلاثة أربع شهور وأنا في المحطة بنكيها في كازا مصيبة لا ماكلة لا شرب مهم وليت مصيبة خنزة حالتي ما الحمد لله على اللي كصح. بقيت هيداك وليت كنعس في القهوه المحطه والناس كيتعاطفوا معايا كيساعدوني كل واحد شني كيعطيني ناكل اللي كيجيب لي الحوايج اللي كيجيب لي. بقيت هيداك حتى واحد النهار وصل الليل وما كيجيو لي واحد شمكاره جاو كيجروني يعني صحه يديوني كيقولوا لي نهزك نديوك وانا كنغوت الله اللي خلقني. جا داك مول القهوه قال لهم عاود نبوست كنبوست نتاعك قالو زعما هاد السيده شني وقال شحال ليا في المحطه مسيبه الناس حنا كنتعاطفوا معاها. جا هما بوليس قالوا لي تينا مين؟ قلت لهم انا من طنجة. فين؟ قلت لهم يما ما كايناش. قلت لهم اللي ربتني ماتت وانا ما عنديش يما دابا ما كاين حتى واحد وباك ما كاين حتى واحد عندي يعني مقطوعه من شجره. شبروني قالوا لي خصك ترجع لبلادك عاوتاني مصيفطوني لتطوان ماشي طنجة تطوان سيفطون عاود بيتها في تطوان كارسة الناس تكارفيس لي تنكر ما كاش كيبغي يهزني على حسب حالتي حالة الكار ما كاش كي تا كيبقى يضرب معاه المخزن تمشي عا باش كيهزوني.
بقيت عيدك من هنا من هنا كنتشرب الحمد لله. من بعد جيت من طنجة صافي جيت في حالي على قلت الله أكبر جيت في حالي. ديك الساعة بقيت عاود كنعاني هنايا كنعاني محطة بديت كنمشي عاوتاني ديك البوست كنخبى راسي في البوست انا بديت البوست وبقيت المهم كثر خيرهم نيت كرا واحد النهار لوطيل ونعسوني في صافي بقيت هيداك نشرطة يعني ضربت راتي راه ضربت شحال من يعني تقريبا طاح عليا عام كامل ونهار الزنقة ما عندي حتى واحد ما عنديش الا مأوى ما عندي حتى واحد اللي يحمل فيا صافي. ديك الساعه بقيت هنايا عاوتاني مشرده مشيت عند البوليس قلت لهم اجيني 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 يعني عاودت لهم القصه ديالي كامله. بقاو كيقلبوا جبروا لي واحد الخيريه هي ماشي خيريه هي مخات فيها النصارى كيقابلوا ديك المسنين ديك الامهات العزيبات وديك الشيء. المهم هذيك مشيت ديك داوني ليله نقد فيها كثر خيرهم عملوا لي العمليه على ظهري زولوا لي الحديد قابلوني عملوا لي الترويض رجعت في حنس عاد وليت عاد حسيت براسي حييت انا كنت مفنيه كنت ميته عاد ولات فيا الروح وعيشت وصعبه المهم هما اللي قابليني وليت الساعه كيعملوا لي الترويض وكندخل وكنخرج الحمد لله. صافي واحد النهار صيفطوني صافي وصل واحد الوقت صرت من كازا صيفطوني كازا بقيت في كازا عام وانا في كازا لأساس نيت الجمعية ديالهم مشيت عملت ترويض وديك الشيء. واحد النهار كتب عليا عاود رجعت ملي رجعت تعرفت على ولد الناس هاد السيد دابا اللي معاه تعرفت عليه وبغاني كما انا ما قال لي بغيتي كما نتينا صافي بغاني وبغيتو وحطيت عليه الراس حيتاش ما عنديش الا معلم نحط راسي صافي وحطيت عليه الراس وتزوجنا وعملنا جد العواول يعني بنيته وتقيوه ودابا اللهم لك الحمد حنا عايشين مزيانين الحمد لله. غير دابا يعني ماشي يعني عندي جد العواول مسؤوليه عرفوها يعني صعيبه شويه انا ما كنتمشاش انا ما خدامهش وهو عنده الخدمه قليله كيخدم حتى هو الانسان يعني ضعيف شويه وكنوصل الرساله ديالي للامهات اللي ما يتخلوش على ولادهم ولو يعطيوهم يعرفوا فين يعطيوهم وما يستغناوش عليهم نهار اللي يعرفوهم يحضنوهم من عندهم حيتاش انا نقص الحنان للام والاب نقصه بزاف عرفتي انا كيف قلبي انا الدماء ما كنهبطش الا حسن محروق عن شفت بقوه ديما كنبكي يعني كتجيب العيد ما كاين والدين كتجيب العواشر ما كاين عائله كنجيب الخير في الناس وما كنجبروش عائلتي ما كنبقاش فينا هما انا ولادي كيقولوا ماما عزيزه كنقول ما عندكم شي ماما جدي كنقول لهم كاين وما كاينش يا وما كاين وما كاينينش علاش ما يجيوش يطلعوا عليا او ما يجيوش يشوفوني انا ما باغا منهم حتى حاجه ما كنقولهمش يعطوني ولاو يحسوني ولادي هذاك الشيء اللي دات منه انا ما يدعوش فيه ولادي الحنان حق انا الحمد لله عطيه الحنان لولادي كامل لا انا ولا باهم ما مخصوصي حتى حاجه لا كنزولوها من الجهد ديالنا كنسعاوها باش كنوصلوها لولادنا الحمد لله هي كنطلب سيدي ربي سهل علينا ما صعب. دابا انا كنخرج كنبيع كاسه ورطه كنعاون الراجل عامل واحد الطبله صغيره في كاسا بلاطا كنبيع فيها كلينيكس وسقاطه وكنعمل كمامات تما كنسى كنبيع وكيجيو كيحيدوني قلت له سيدي ما عندي فين نمشي انا خدامه على ولادي انا طالع عليا الكرا طالع عليا والما والضو انا خدامه على ولادي يا سيدي ما عندي فين نمشي والناس ديال السوق تما الله يجازيهم كيتعاطفوا معايا كيدبروا عليا حضيني حيتاش ما كنعملش المشاكل يعني انا قصه في مطيح ترانكي ماشي جوج حتى ديك المشاكل كنخدم على وليداتي هو عاد كيجيب لي قسم الله وحنا ماشي وديجا دفعت استفاده في حالي في حال الناس و ما جبرتش سميتي و
وليت عاودتها من جديد وكنمشي باش كنمشي نقلب على القايد باش نعطيها له ما كنلقاش كيقولوا لي ما كاينش خارج ما كاينش خارج نيت هي باقا ديك الورقه كتسمع فيك ودابا جات مع هاد الحاجه الصحي ما كنجرو ما نعملو كنخرج كنقيل في السوق ولا دخلت 1000 فيرو ولا 30 درهم تقول انت واحد واش نخلص فيها الكرا واش نخلص الموضه واش نعطي لبادي ما ياكلو اقسم بالله العلي العظيم وربي اللي شاهد عليا العوام اقسم بالله ما بقاو كيجرو ما يلبسو الحوايج دعم الاول وليت كنلعاي كيوصل للشرطين هنا العايله كذلك الحوايج بداو كيقصروا عليا وانا كنقول ماشي مشكل حيتاش صافي يعني تزيرنا وتحزينا وحنا ماشيين الحمد لله وحنا مجدود علينا بابنا حد ما كيعرفناش اللي فينا حيتاش وحنا مضرورين وتا واحد ما كيعرفش اللي فينا وحمد لله سيد ربي هادشي اللي غنقدر يعني شو شحال من عام وانا في كرسي متحرك وما كنتش كنحس لا برجلي لا بتا حاجه وملي بقيت كنعمل الترويض بديت كنحس بالامل ولا بديت كنحس غير برجلي وكنقدر نحاول حدا بعيده نحاول نحركو ولو غير شويه اي هيدا غير شويه وكنحاول نوقف وما كنتمشاش الوقفه ما عنديش مره ما عنديش انا كنحس بكل شيء فيا ولا شي بور فيا جد الناس اولا شي حاجه كنحاول نهز الخطوه ديالي ونرميها بالحق انا يعني نوقف راسي ونمشي انا ما عنديش ديك القدره اللي نهز راسي ونمشي وكنتمنى نمشي واحد ولا كيشوفني ويتعاطف معايا على حسب ولو هي ترويض ولو اي حاجه حيتاش انا قلت لكم رجلي ما كنتش كنحس ودابا رجعت كنحس الحمد لله ودابا ما كرهتش يا شي عمليه او لا شي ترويض او اي حاجه اللي جات من عندهم ما كرهتش والله ما كرهت وجزاهم الله خيرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.